بين 300 طالب وطالبة من النازحين المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هنا في محافظة أبين. حظيت ريهام وزميلاتها الأربع بمقاعد امتحانية في ثانوية المخزن كطالبات نازحات، تم استيعابهن بتوجيهات وزارية بشأن تسهيل أداء اختبارات الشهادة الثانوية للقادمين من مناطق الصراع. النازحين هناك توجيهات من الوزارة، وهناك لائحة في الامتحانات من وزارة التربية والتعليم، بحيث أنه أي نازح لديه رقم جلوس يدخل قاعة الامتحان، وهناك وثائق خاصة بالنازحين يسجل فيها النازحين ويتم رصدهم في التقارير اليومية للجنة الفرعية من قبل اللجان المشرفة على الامتحانات في المديرية. على الرغم من أن أرقام الجلوس الخاصة بالطلبة النازحين صادرة في المحافظات التي قدموا منها، لكن ذلك لا يشكل أي عوائق لهم في إتمام عملية الامتحان ضمن طلاب المرحلة الثانوية في محافظة أبين. تأخرت علينا أرقام الجلوس، ويعني والآن أجتنا يعني بعد فترة، يعني والآن الامتحان يعني رغم هذا يعني الصعوبة اللي واجهناها كذا الحمد لله يعني نحل عشان ما نستطع علينا السنة ولا يروح مستقبلنا يعني. إتاحة الفرصة ل 300 طالب وطالبة من النازحين في إمكانية الحصول على الشهادة الثانوية إسوة بأربعة آلاف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 60 مركز امتحانيا في عموم مناطق المحافظة كان معالجة جيدة لإشكالية النزوح التي تهدد مستقبل الطلاب، خصوصا وأن الكثيرين منهم لا يزالون يواجهون العديد من الصعوبات في إمكانية الالتحاق بالدراسة في بعض المناطق نتيجة لوجود بعض التعقيدات، وهو ما دفع نسبة كبيرة منهم إلى ترك مقاعد الدراسة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.